بيكم يا فنانين يا مبدعين في فيديو جديد. دي قناة رسم في رسم، وهي النهاردة ان شاء الله هنرسم خروف بمناسبة عيد الاضحى المبارك. في البداية هنبتدي برسم العينين، العين اليمين والعين الشمال بتبقى بشكل بيضاوي كده زي ما احنا شايفين، وهنعمل دورية صغيرة كده جوه العين كأنها انعكاس للنور الابيض اللي بيبقى موجود جوه العين. العينين شبه بعض بالظبط لان احنا بنرسم الخروف من الامام، فاحنا هنشوف الوش وباقي الجسم، ورجلين هتبقى من تحت. الأنف هتبقى مثلثة بالشكل ده، وهنعمل خط لتحت ونبتدي نرسم الفم، حتة يمين وحتة شمال وشفة من تحت زي ما احنا شايفين. بعدين هنرسم الإطار الخارجي بتاع الراس بالشكل اللي قدامنا ده. وهنعمل الفرو اللي في الراس من فوق، هتبقى عبارة عن شوية كيرفات كده كأنها أجزاء من دواير بالشكل ده، داير ما يدور حوالين الراس علشان تعمل الفروة اللي أعلى الراس. وهنرسم الودن اليمين والودن الشمال، وهنرسم بقية الجسم كله فرو برضه، هيبقى كيرفات شبه الفروة اللي كانت فوق الراس بس داير داير حوالين الوجه. وبعدين هنرسم الأرجل من تحت. خلي بالنا انه الأرجل اللي من قدام هتبقى أكبر من الرجلين اللي ورا، وهتبقى مغطية على جزء من الرجل اللي ورا، فهنعمل رجل ورا من تحت كده بالشكل ده أصغر، وواحدة ناحية اليمين وواحدة ناحية الشمال. وما ننساش نعمل الجزء اللي من تحت اللي هو في القدم من تحت، اللي هيبقى لونه أسود بالكامل، فاحنا هنعمل له إطار وبعد كده هنسوده في الآخر. وهنسود العين لأن العين لونها أسود ما عدا الدورية البيضة الصغيرة اللي احنا سايبينها فوق. العين اليمين والعين الشمال كده زي ما احنا شايفين. والجزء بتاع الأرجل اللي قلنا عليه من شوية برضو، وبعد كده بنعمل شوية كيرفات جوه اللي هي بتحدد شكل الفرو من جوه، في الفروة اللي فوق الراس وفي الجسم داير داير كده زي ما احنا شايفين. وبس كده خلاص خلصنا الرسمة بتاعتنا. قولولي ايه رأيكم فيها، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. وما تنسوش يا ريت بقى زي ما انتم عارفين لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد المرة الجاية. سلام.